طيب خلينا نروح بعد كده لخبر جديد من المصري اليوم، وبيكلمنا عن إنجاز جديد من إنجازات السيسي اللي فعلا يعني بيجدها بإتقان. إنجازات عبد الفتاح السيسي تتلخص في القروض، يعني بطل العالم في الاستدانة من الخارج. البلد بقت مديونة لكل من هب ودب، مع احترامي لأصحاب الديون للدول العربية والدول الأوروبية والأفريقية وصندوق النقد الدولي والبنوك الاستثمارية والبنوك العامة وأصحاب المعاشات ورجال الأعمال. كل من هب ودب في داخل البلد وخارج البلد الدولة بقت مديونة لي. المصري اليوم بالنهاردة بينشر خبر بالبنط العريض كأنه بيحتفي بإنجاز، وبيكلمنا عن انتصار جديد من انتصارات وإنجازات عبد الفتاح السيسي. يقول لك قرار جمهوري. طيب قرار جمهوري، قرار الجمهوري ده هيعمل ايه؟ بالموافقة على اتفاقية قرض كويتي لتنمية سيناء. بعيدا عن ان القرض ده لتنمية سيناء، لان كل القروض اللي قبل كده اللي خرجت بقرار جمهوري وافق عليها عبد الفتاح السيسي، اما لتنميه اصحاب الحرف الصغيره او لتنميه وتطوير التعليم او لتطوير الزراعه او لدعم محدود الدخل او لدعم الصحه، محدش شاف منها اي حاجه. بالنهايه السبب ده بيتقال كده في الاستهلاك الاعلامي، قرض مش عارف من الصين لتطوير الحكومه المميكنه، وقرض من أمريكا للنهوض بالتعليم المصري، وقرض من اليابان لتطوير المنظومة الصحية المصرية، وقرض من بنك النقد الدولي للنهوض بأصحاب الحرف الصغيرة. طب تيجي تدور بقى على التعليم، على الصحة، على أصحاب الحرف الصغيرة، على الحكومة أو النظام المميكن والحكومة الإلكترونية، كل ده بلح، مفيش أي حاجة. قرض جديد ب 25 مليون دينار كويتي. اضرب بقى شوف الدينار الكويتي النهارده بيعمل كام مصري لنأج 50 51. طيب 50 في 25 يعني هيطلع لك مليار وربع تقريبا، مليار وشويه. دينار كويتي من اجل تنميه سيناء. سيناء دي اللي هو بيهجرها وبيخرج اهلها منها وبيهد البيوت فوق صحابها، ودلوقتي بقت مدينه اشباح. بيقول لك اصدر عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 30 لسنه 20 بشان الموافقه على اتفاقيه قرض ثاني بمبلغ 25 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق عرضي 4 ضمن برنامج تنميه شبه سيناء. حتى القروض اللي هينمي بيها سيناء هيعمل بيها طريق، هيعمل بيها طريق الحاجات اللي هو بيعرف يعملها واللي الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه بتنفذها. وطبعا الفلوس بتيجي من الايد دي تروح للايد دي، واللي عند العسكر محدش يدور عليه او يسال عليه.